عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا كوكيز. خذيت لهنا 3 توابع شوكولاته باش نزيد عليهم 120 غرام زبده، نحطهم على بامارين يذوبوا ونرجعوا للمقادير الاخرى. بسم الله، ناخذوا لهنا بول، عندي لهنا كابتين عظم. بسم الله، نزيد عليهم لهنا باكو سكر فانيليا، نزيد عليهم هي رشة الملح والخميرة باش نخليها لهنا في قفارينا، وعندي 5 مغارف سكر، 5 مغارف أكل سكر. نركبهم بالقدا، مركز يدوي باش يتركضوا بالقدا. ولينا الخليط أبيض، هذه توا الخليط نتاع السكر والسكر فانيليا ركبته والعظم باش ولا رغوي كيما هكا. هذه الشوكولاته ذوبتها مع الزبده، خليها تبرد هكا شويه ونضيفوها للخليط. بسم الله، هكا نحركوا، نحركوا الخليط نتاعنا. نزيدو لهنايا، انا عندي مغرفة كبيرة متاع ماكلة خميرة، مغرفة خميرة قطرو، ونزيدو الفارينة 250 غرام ونشوفو. باش نزيدو 50 غرام فارينة أخرى، خاطر الفارينة نتبعو طباع بالفارينة، ميلزموش يجي يابس، ميلزموش يجي جينا جاري.
هكا توا الخليط نتاعنا اللي حاشتنا به حبوه كيمن هكا 350 غرام فرينه، 350 غرام فرينه باش نزيدها شويه بيبيتو شوكولا من الداخل هكا، خلي الباقي للتزيين من برا. هذه الخليط اللي تحصلنا عليه باش نخليه باش نغطيه ونخليه ربع ساعه في الفريجيدير. اولا هنا هذه الكوكيز نتاعنا بعد ما خرجتهم من الفريجيدير، عملوه كهيبرات بعدو على بعضه على خطر باش يولينا يكبر لنا في الخميره. نكمل نشكلهم الكل ونرجع لكم. توا هذوما حبيت كعبات الكوكيز نتاعنا باش نزينوهم بالشوكولاته بالبيبيتو شوكولا من الفوق كيما هكا. هو هذه الكيس نتاعنا حضر زينته بالشوكولاته، ندخله للفوره اللي سخنته على 180 درجه ونرجع لكم. هو هذه الكيس نتاعنا حضر خرجته وخليته يبرد بالباهي بالباهي بالباهي، يلزمو يبرد بالقدا بسم الله باش كي تقيمو ما يتكسرناش، يلزمو يبرد تماما. اما انا ما نصبرش ما نصبرش، نحيته قبل ما خليته يبرد شويه برا. شوفوا كيفاش هذا الكوكيز نتاعنا بعد ما برد. هذه هكا الكوكيز نتاعنا يبدا مقرمش من برا وتري من الداخل. شوفوا كيفاش نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وصفه اخرى وبالسلامه.